لو مصطفى انا عايز اعرف من حضرتك ايه هي ايديولوجيه حزب حماه الوطن واهداف الحزب والخطه لتنفيذ هذه الاهداف. استاذ رجب انا هرد عليك في كلمتين ثلاثه علشان ما نطولش في الرد، ولان طبعا دي مشاكل الوقت بتاعنا، طبعا انت عارف الناس اللي موجوده بره كتير، لكن انا هرد عليك في الهدف الاساسي لحزب حماه الوطن. الهدف الاساسي كما قال السيد رئيس الحزب الفريق جلال الهاريدي ان احنا كحزب حمينا او كعسكريين ومدنيين حمينا الوطن في الحرب، يجب علينا ان نحميه في السلم. نحن من حمينا الوطن في الحرب سنحميه في السلم. الهدف الاساسي للحزب هو ان نكون الظهير السياسي للدولة، وأن يشمل هذا الظهير الشخصيات الوطنية بحق، الشخصيات الوطنية بجد، الشخصيات الوطنية التي ليس لها أي مصالح شخصية، وأن نمثل النسبة الكبرى داخل مجلس النواب وداخل المجالس المحلية، وأن نكون الظهير السياسي لمساندة السيد رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي في اتخاذ قراراته من خلال مجلس النواب باختيارنا العناصر الكفء الحق فعلا في الولاء والانتماء لمصر، وأن هذا هو هدف أساسي للحزب. أما أهداف وبرامج الحزب موجودة وممكن نقعد نناقشها مع بعض، لكن أنا بقول لك الهدف الأساسي للحزب. تفسير حضرتك إيه لمجموعة من جنرالات الجيش إن في وقت ما تقاعدوا عن العمل العسكري إنهم يتوجهوا للعمل العام، العمل المدني؟ إيه أهمية الخطوة دي في حياة رجل عسكري؟ عايز أقول لك حاجة بالنسبة للجنرالات. الجنرالات كما تقول أنت الجنرالات، الناس متخيلة أن الدراسة في أكاديمية ناصر العسكرية أو في كلية أركان حرب إنها دراسة عسكرية. الجنرال اللي أنت بتتكلم عنه ده يعرف، علشان ياخد الدورة دي وعشان يحصل على جنرال فهو دارس وملم قوي بالسياسة، دارس وملم قوي بالاقتصاد، دارس وملم، ده بخلاف الحياة العسكرية، بخلاف الدراسات العسكرية، دارس وملم بكل كلية من الكليات المدنية اللي انت شايفها بيدرسها داخل أكاديمية ناصر العسكرية علشان يكون جنرال وعشان يحصل على الأكاديمية. خسارة كبرى إن احنا ما نستفدش بخبراتهم. حقيقي خسارة إن احنا ما نستفدش بخبراتهم. احنا عندنا ناس في إدارة الأزمات قاعدين علشان ما حدش يقول ما هم لما ساموا بيشتغلوا. لا، خسارة، لأن الناس ديت عندها من الخبرة اللي هي تخرج مصر من أزماتها. احنا بندعوهم ان هم يجي، احنا بنتحايل عليهم ان هم يخرجوا من القوقعة اللي عاشوا فيها وينضموا للجنرالات اللي انت بتقول عليها. لا، في جنرالات فعلا عارفين جواهم طاقة، والطاقة دي مليئة بالمعلومات اللي تقدر فعلا تطلع مصر لفوق. شوف كل القاده اللي هم مسكوا هيئه قناه السويس كلهم عسكريين. هيئه قناه السويس دلوقتي عامله ازاي والدخل اللي بتدخله؟ ما هو ده اعتماد البلد عليها ماديا من ضمن المقاومات الاساسيه. هيئه قناه السويس مين اللي بيتولاها؟ رجل عسكري. اذا الجنرالات دولت شايفين ان هم عندهم من الكفاءه ان هم يدوا البلد كتير قوي، وفيهم جنرالات ولادهم الضباط وعائلاتهم هم اللي بيتحايلوا عليهم ان هم يخشوا الحياه ديت. فيهم ناس احنا رحنا لهم وتحايلنا عليهم يجوا لنا الحزب، يقول لك لا احنا مش عايزين مشاكل، خلاص احنا استريحنا وخلاص، لكن احنا بنستخسر خبرتهم. فعلا عندهم خبرة، احنا لا نقلل من العلماء والدكاترة والناس اللي موجودة في البلد، لكن فعلا الجنرالات دولت يقدروا يحققوا كتير قوي.